هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله تمام. شو اليوم عنا حلقة صحية بامتياز؟ اليوم حلقة صحية 100%. عم نعمل وجبات اللي بتساعدنا، يعني بتعرفي كل شخص عنده هدف بحياته حسب الكيس اللي هو فيها. إذا أصلا عم نحكي، أكيد ما بنحكي عن أشخاص ممكن يكونوا مرضى أو مشاكل، عم نحكي شخص حابب يخفف الدهن بجسمه، ينزل مستوى الدهن بجسمه. اليوم عم نجرب نعمل وجبات يكون فيها الدهن كثير قليل، بتركز أكثر على البروتينات والألياف، حتى السكريات قليل فيها، لنساعد الجسم يحرق الدهون اللي هو فيه. تمام. فهيدي هي، لانه كيف بنخلي الجسم يستعمل الدهون المخزنه، كل شيء مخزن فيه، هو عن طريق انه نخفف له، بس ما بنقطع. اذا قطعت بصير يخزن زياده. مزبوط. فما بنقطع، بنخلي شوي صغيره، يعني شويه دهون شويه سكريات، بس ما بنقطع على الاخر، بنخلي الجسم ساعتها يستعمل الدهون اللي فيه، لانه هو بحاجه لنقول لكميه معينه ليستعملها. اذا بنعطيها اقل حيسحب من الستوك. مزبوط. اوكي، اليوم حنعمل طبق بالدجاج وشوربه، صحن اللي هو شوربه الملفوف. حنعمل كروستيني مع التونه مع الفاصوليا، ورز مع الحمص، ودجاج مع الفول. اوكي هلا حنبلش باول طبق. حنستعمل الفول مع الدجاج. مثل ما بنعرف الفول اكثر عالي كثير بالالياف، من البقوليات، من البقوليات اللي هي كمان اكيد فيها حديد عالي. مزبوط. العدس مثلا، مثل العدس هو من اهم المواد بتساعد على حرق الدهون، لانه فيها كمان كثير حديد، فيها كاربس، بس بيقولوا جود كاربس، نشويات المنيحه. نفس الشيء الفول هون عم بيعطينا نفس النتيجه. هنستعمل فول. يعني انا عم شوف اليوم على الطاوله عنا انواع كثيره، يعني حمص، رز، دجاج، تونه، يعني في تنوع. نحن ما عم نحرم حالنا، عم نحاول ننزل وزننا بشكل طبيعي. ناكل بروتينات. بروتينات فيها ناخذها مثل ما قلنا من شكل حيواني، اما من شكل نباتي. الحيواني هو بروتين كامل مثل الدجاج، السمك، اللحمه. النباتي هو بروتين مش كامل، بس بقلبه امينو اسيد بيساعدونا على نخسر وزن. الفكره انه البروتين بده كثير كالوريز لينحرق. يعني بنستهلك بروتين، يعني جسمنا بيحوز كالوري، نعمل طاقه اكثر كرمال نحرق هالبروتين. هيدي النقطه، بس على طول بنرجع بنذكر انه ما تحرموا الجسم من الدهون على الاخر، لانه بصير يخزن اشياء ثانيه. مزبوط. يعني لانه جسم ذكي 100%. يعني حتى اذا حرمناه من النشويات، كمان النشويات الموجوده بالجسم بيحتفظ فيها. بيحتفظ. يعني بسمع هيك انه نعطي كل شيء بعدله فبيمشي الحال. نخفف نخفف، مش لا يعني اذا بدنا نخسر شيء بنخففها قد ما فينا، مش بنقطعها. اذا بدنا العدل، يعني هو لما نقول واحد صحته طبيعيه، جسمه طبيعي، لانه ناصح لانه ضعيف، يعني خلص بيقولوا ساعتها بيقدر يقول بالعدل. بس اذا شخص بده يخفف دهون، بده يخفف الدهن من اكله، بيقدر يصرف الدهون اللي بجسمه. مزبوط.